أسعدتم أوقاتاً أيها المفكرون الصغار. أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال. حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الميم. سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الميم. سنبدأ بمهارة الاستماع، وستقوم بدورك كمتعلم البكالوريا الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة، وأن تتسم بسمتي المفكر والمتأمل. أحلم أن أكون. قال وسيم: أحلم أن أكون مهندساً. قالت سمسم: أحلم أن أكون معلمة. قال سكر: أحلم أن أكون مصوراً. قال بابا: أتمنى أن أراكم كما تحلمون. النهاية. ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث. ستقوم بدورك أيها المتأمل الصغير بتأمل لوحة التحدث، لوحة حرف الميم، وتبحث عن الصور والأشياء التي تحتوي باسمها حرف الميم. مثال: كاميرا، سمسم. عليك أن تتأمل وتبحث، ثم تنتقل إلى قصة حرف الميم. ستقوم هنا عزيزي المتأمل بقراءة قصة حرف الميم وتبحث عن الكلمات التي تحتوي في اسمها حرف الميم. هنا عزيزي المفكر، عليك أن تبحث عن حرف الميم في الكلمات الموجودة في نشاط حرف الميم، في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة. وهنا عزيزي المتواصل، عليك القيام بدورك في مهارة القراءة، أن تقرأ الكلمات الموجودة أمامك: ماوس، نمر، وأن تميز حرف الميم في هذه الكلمات جميعها، وأيضاً أن تلفظ حرف الميم، وأن تقوم بلفظ حرف الميم مع المدود الطويلة: ما، مو، مي. ولا تنسى أيها المفكر الصغير أن تنطق حرف الميم مع المدود القصيرة: ما، مو، مي. وهنا عزيزي المطلع، عليك أن تتأمل الصور الموجودة أمامك، مثل صورة ثوم، وأن تكمل الحرف الناقص في هذه الكلمات، وعليك أن تميز هل هو الحرف ميم في أول الكلمة، أم ميم في وسط الكلمة، أم ميم في آخر الكلمة، وتقوم بكتابتها على السطر بالشكل والاتجاه الصحيحين. وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف السين هي مهارة الكتابة. وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الميم هي مهارة الكتابة. ستقوم بدورك بجزئية الكتابة بكتابة حرف الميم على السطر وبالاتجاه الصحيح، الميم المنفصلة والميم في بداية الكلمة، وأيضاً عليك أن تكتب حرف الميم مع المدود الطويلة: ما، مو، مي. وهنا عزيزي المهتم، عليك أن تقوم بمراجعة الحروف التي تعلمتها في الأسابيع الماضية، وأن تعبر عن فهمك لهذه الحروف مع المد القصير الفتحة ومع المد الطويل الآ، مثل كلمة وردة، ووردة، حرف الواو فوقه فتحة، وأيضاً أن تلفظ الحروف التي تعلمتها سابقاً مع المد القصير الفتحة: ب، ي، و.
س ما، ومع المد الطويل مد الألف آ با يا و. وأن تقوم برسم الفتحة فوق الحروف التي تعلمتها سابقاً أيضاً. وعليك أخيراً أن تقوم بكتابة هذه الحروف وأن تضع فوقها المد القصير الفتحة. هذا كل ما لدينا أحبتي الصغار في درس حلف الميم. أسعدتم أوقاتاً.